قرآن واضح جدا، قرآن واضح جدا، لكن أي زول مرضان القرآن ده ما بينفع معه. أكلمك النصيحة، أي زول قلبه ده مرضان القرآن ما بينفع معه. يقول لك يا مولانا بتنبزونا، أسأل نبزك منه؟ أنا أديت القرآن أنبزك منه؟ واحد كده أكان مرضان في جامع من جوامع أخواننا، والإمام بيصلي بهم بس الصلوات، وفي الصلاة بيقرأ لهم آيات التوحيد زي دي كده. أنت عارف طلعوا برا الجامع قالوا الإمام ده قاعد ينبزنا. نبزكم قال شنو يا ناس؟ قالوا بيقرأ لنا الآيات اللي بتنبزنا. في آيات بتنبز؟ يا ناس في آيات بتنبز، لكن القرآن ده ما بيعالج المرض. وانت قلبك ده مرضان، قلبك مليان بالشيخ، غرقان عقيدة. فالأغلبية والأكثرية الساحقة ما معذورين بالجهل، عشان كده ربنا قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق. ليه الكفار ذات لا يعنهم؟ الله قال لا يعلمون الحق فهم معرضون، يعني كفرهم وعدم علمهم بالحق ما معناته بحثوا عن الحق وما لقوا، عشان كده عذروا بالجهل، ما معذورين، لأنه الله قال فهم شنو؟ معرضون، كما قال الإمام السعدي رحمه الله، قال ولذلك أشرف. عشان شنو؟ عشان أعرض. فالأغلبية كفر كفر إعراض، والمشركين ديال الأصل فيهم اللي بيعبدوا القبر بيعبدوا القبور واللي بيعبدوا غير الله، الأصل فيهم إنهم مستهبلين وعارفين نفسهم على باطل، زي ما ربنا قال عارفين بدليل الأدلة ذكرناه وغيره، وبدليل الواقع إنك لو مشيت قلت لهم يا أخواننا ده باطل، لا لو ما قلت باطل بدأت تذكر في الآيات من القرآن ولا تشرحها. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى القيامة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، لو قريت بس بطيب معناتهم عارفين شنو يا جماعة، عارفين فاهمين. شكذا ربنا قال الأكثرية كفرت، لا عارفة ده غلط وعارفة إنها بتعبد غير الله، وقالوا عشان لقينا أبهاتنا كده بنسوي، وعارفة دي الأنبياء ودي الرسل، لكن برضو قالوا ما بخلوا.